باتيماتيك أصبح يعني من أكبر باش ما نقولش أكبر من أكبر صالونات المواد البناء على مستوى البحر الأبيض المتوسط. وصلنا اليوم إلى تقريبا 797 عارض، منها 500 عارض جزائري و 294 عارض دولي من 14 دولة. اليوم في سنة 24 الصالون الدولي للباتيماتيك ولا المنتجين ولا العارضين يتكلموا على التصدير. هذا هو الشيء اللي لاحظناه، هذا هو الشيء الجميل. لما نقول انه الان نقوم بانجاز سكن 100% جزائري، هذا ماهوش كلام، هذا ماهوش يعني كلام هكاك يعني نقول فيه. لاحظوا الان في الباتيماتيك كل المنتوجات اللي متخصصه بمواد البناء منتوج جزائري،